تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة وصباح أيضا الإيجابية، ويومكم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أحب أرحب فريق العمل المبدع معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة وأيضا الإخراج ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. صبحكم الله بالخير والعافية، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا من خلال برنامج صحة وسعادة، دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نبدأ فقرات برنامجنا لهذا اليوم، نحب دائما نذكركم مستمعينا بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. دائما الحرص على ترك مسافة آمنة مع الآخرين شيء مهم وضروري أيضا جدا، ولبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، ودائما غسل اليدين وبشكل مستمر ولمدة لا تقل أيضا عن 20 ثانية أمر ضروري. نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم. دائما أول فقرة من فقرات برنامجنا هو فقرة الأخبار المحلية وأيضا العالمية، واليوم عندنا أول خبر تحت عنوان نجاح أول عملية من نوعها في العالم لزراعة وجه ويدين معا، وخبر آخر يقول منظمة الصحة العالمية تدعو لزيادة إنتاج لقاحات كورونا. وأما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، بتكون اليوم تعطينا آخر المستجدات الأخت الزميلة أسماء الجناحي. وأما فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم مع الدكتور أحمد محمد أخصائي الأمراض الهضمية بهيئة الصحة بدبي، وبنتكلم أكثر عن هذا القسم الحيوي في مستشفى راشد. فقرة التغذية اليوم، واليوم عنواننا علاج مشكلة حموضة المعدة، وبتكون معنا الأستاذة نجلاء درويش أخصائي التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. وآخر فقرة من فقرات البرنامج تحت عنوان كبار السن ومشاكل هذه المرحلة العمرية، وبتكون أيضا معنا الدكتورة سهى عبد العزيز عبد العال أخصائي أول صحة المسنين بهيئة الصحة بدبي. هاي فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ومثل ما تشوفون أو مثل ما تسمعون أنها متنوعة، ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ خبرنا لهذا اليوم عن منظمة الصحة العالمية تدعو لزيادة إنتاج لقاحات كورونا. أفاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيتروس إدهانوم إنه على مصنعي اللقاحات في العالم أن يتشاركوا معا التقنيات للمساعدة في زيادة الإنتاج وبشكل كبير، محذرا من أن التقدم ضد الوباء قد يضيع بدون مزيدا من الوصول إلى الجرعات المطلوبة. وقال أيضا تيدروس إدهانوم للصحفيين إن عدد لقاحات كوفيد 19 التي تم تلقيح الناس بها تجاوز الآن 100 مليون إصابة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم، وفي حين اعتبر بأن ذلك أخبار جيدة، وأعرب عن قلقه من أن أكثر من 3/4 اللقاحات تم استخدامه فقط في 10 دول غنية.
وننتقل مستمعينا من خبر منظمة الصحة العالمية إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة ورزي. الله يصبحك بالنور والسعادة أختي أسماء. شو بتخبرينا اليوم عن أهم المستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي؟ من الأمور المهمة اللي تم نشرها في قنوات التواصل الاجتماعي هي الوثائق المطلوبة عند الذهاب إلى مراكز التطعيم التابعة لهيئة الصحة بدبي. طبعاً الحضور مع بطاقة الهوية أمر يعني مهم. أيضاً صورة عن الإقامة إقامة بدبي سارية السارية، وهذه من ضمن الأشياء حيث التطعيمات في هيئة الصحة هي لمقيمي اللي عندهم حاملي إقامة دبي. ايضا تغيير طبي يثبت الاصابه بالامراض المزمنه، لان احنا مثل ما تعرف اخوي عبد الله في هاي الفتره نوفر التطعيم للفئات ذات الاولويه ومن ضمنها كبار المواطنين واصحاب الامراض المزمنه واصحاب الهمم. نعم. وايضا العاملين في خط الدفاع الاول والمهن الحيويه. ايضا من ضمن الاشياء اللي يتم وضع قنوات التواصل الاجتماعي بعض التفاصيل عن مركز سالم الذكي. مركز سالم الذكي احد مبادرات هيئه الصحه واللي هي تعتبر الأولى محليا وعالميا في تقديم تجربة مميزة لخدمات اللياقة الطبية اللي هي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوت وإنترنت الأشياء. وهي خدمة يعني هي من ضمن الخدمات المرشحة في برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية. يعني نتمنى من الجميع اللي يوصلهم المسجات الخاصة بمركز سالم الذكي أن يصوتون للمركز. نعم. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحب نأكد عليها هي أخذ المواعيد المسبقة. وصلت مجموعة من الأسئلة اللي تذكر هل الهيئة ما زالت تعمل على الفئات ذات الأولوية. نعم تعمل الفئات ذات الأولوية اللي ذكرناها من شوي. أيضا ممكن أخذ الموعد عن طريق الاتصال بالكول سنتر والاستماع للتسجيل الصوتي، يعني استكمال التسجيل الصوتي، الضغط، اختيار تطعيم، المواعيد، ثم يمكنهم اختيار نوع اللقاح اللي موجود لأن هيئة الصحة دي أساس أنواع من اللقاحات. ممكن يختارونها ولازم يجاوبون على الأسئلة قبل لا يحولهم على موظف مركز الاتصال. فهي الأسئلة كلها تعتبر التقييم الأولي قبل أخذ الموعد. تقريبا هالأشياء اللي كان في قنوات التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، كل الشكر والتقدير لك. مستمعينا الأعزاء، قبل لا ناخذ في الفاصل نحب أن أيضا نذكركم بمراكز فحص كوفيد 19 التابعة لهيئة الصحة بدبي. مراكز الفحص التي تتطلب موعدا مسبقا: مراكز الرعاية الصحية الأولية، مركز ند الحمر الصحي، وأيضا مركز المنخول الصحي، ومركز الطوار الصحي، ومركز ند الشبا الصحي، وأخيرا مركز السيلي الصحي. أما المراكز المتخصصة لفحص كوفيد 19 بموعد مسبق: مجلس الراشدية ومجلس ميناء الجميرة وأيضا نادي النصر الرياضي. وبخصوص أيام العمل، طوال أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحا وحتى عفوا 6 مساء. أما مراكز الفحص دون موعد مسبق: منصات فحص كوفيد 19 بمراكز التسوق مول الإمارات وسيتي سنتر ديرا، وأوقات العمل من الأحد إلى الأربعاء من 10 صباحا وحتى 5 مساء. بناخذ فاصل مستمعينا الأعزاء، وبعد الفاصل فقرتنا اليوم فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان أخصائي الأمراض الباطنية، واليوم بنتكلم عن قسم الأمراض الهضمية في هيئة الصحة بدبي، وبيكون معنا الدكتور أحمد. فخلكم مستمعينا الأعزاء مع برنامج صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. The cat sat on the mat.
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما مستمعينا الأعزاء، تواصلكم معنا على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومن الخدمات الطبية المميزة التي توفرها هيئة الصحة بدبي مستمعينا، تأتي خدمات قسم الأمراض الباطنية اللي توفرها الهيئة في منشآتها الطبية وفي أيضا خدماتها اللي تقدمها للمتعاملين. بيكون معانا اليوم الدكتور أحمد محمد، هو بيكون أخصائي الأمراض الهضمية بهيئة الصحة بدبي، بس ننتظر إن شاء الله أن نحصل الخط مع الدكتور أحمد. دكتور أحمد موجود؟ دكتور أحمد محمد أخصائي الأمراض الهضمية بهيئة الصحة بدبي، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير وشكرا للاستضافة. الله يحييك دكتور. طبعا من الخدمات الطبية المميزة دكتور أحمد اللي توفرها هيئة الصحة بدبي خدمات قسم الأمراض الهضمية اللي توفرها الهيئة في منشآتها الطبية. حابين دكتور بس ناخذ نبذة عن هذا القسم الحيوي، قسم الأمراض الهضمية في مستشفى راشد، وإمكانيات هذا القسم اللي توفرها الهيئة هيئة الصحة بدبي. شكرا لسؤالكم سيدي. طبعا مثل ما أغلبنا بنعرف القسم الجهاز الهضمي في مشفى راشد تم تأسيسه في نفس العقد اللي تأسست فيه المشفى في سبعينات القرن الماضي. طبعا خلال السنوات الطويلة القسم نواكب مسير تطور علوم طب الجهاز الهضمي كان السريرية أو الإجرائية العملياتية في دول حداثة، والحمد لله ليصبح رائد على مستوى الإمارة والدولة والمنطقة في تقديم كل الخدمات المتاحة في مجال طب الجهاز الهضمي وبأفضل نوعية ممكنة. طبعا قسمنا تم تزويده بأفضل الكفاءات وفي مختلف تخصصات الجهاز الهضمي، من أطباء وطاقم تمريضي، من فني تنظير، منسقات العمل للتواصل مع مرضى التنظير والعيادات الخارجية. وتجرب الإشارة بهذا المجال أني أقول أن قسم الجهاز الهضمي هو أول من استحدث هذا منصب المنسقات العمل مع المرضى لتحسين الخدمة والارتقاء بخدمة مرضانا إلى أعلى مستوى، بحيث هم بيكونوا قادرين على التواصل مع المرضى 24 ساعة خلال أيام الأسبوع. طبعا قسمنا فيها خدماته يعني تنقسم الى ثلاث اوجه. في عندنا طبعا جراح مخصص لمرضى الجهاز الهضمي اللي حالتهم تتطلب قبولهم داخل المشفى، وفي عندنا قسم العيادات الهضميه تحت التخصصيه على مدار ايام الاسبوع، وطبعا في عندنا قسم المناظير اللي يقدم خدمات تشخيصيه وعلاجيه تخصصيه ايضا على مدار الاسبوع للحالات الروتينيه والاسعافيه بكل انواعها، من تنظير معده وتنظير كولون، أمعاء دقيقة، طرق صفراوية، أمواج فوق صوتية عبر التنظير لتشخيص أورام البنكرياس والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى وحدة الأمراض الوظيفية التي تعنى بتشخيص أمراض حركية المري وقياس الحموضة عن طريق القسطرة والكبسول، بالإضافة للاختبارات التنفسية لتشخص عدم تحمل لاكتوز الحليب، فرط الدم والجرثومي المعوي، وكشف الإصابة والتعافي من جرثومة المعدة وغيرها. نعم دكتور أحمد، طبعا مثل ما تفضلت بأن يعتبر يعني قسم الأمراض الهضمية في مستشفى راشد من الأقسام الحيوية والمهمة. أيضا هناك دكتور كثير من الشكاوي حول هذا الموضوع الخاص، سواء يعني بحموضة المعدة وارتجاع المريئي أو حتى جرثومة المعدة. لو نتكلم معك دكتور يعني قبل أن ننتقل إلى بعض المحاور عن نوعية الخدمات اللي يقدمها القسم، قسم الأمراض الهضمية، وأيضا لو نتكلم عن المشاكل الصحية اللي تواجه العديد من الناس وبالأخص جرثومة المعدة، لو تحدثنا دكتور عن أسباب وطرق الوقاية من هاي المشاكل اللي تسبب الحقيقة الفترة الحالية إزعاج كثير لبعض الناس. نعم سيدي، شكرا لهذا السؤال. طبعا بالحديث عن نوعية الخدمات المقدمة، فأظن أنه جميعنا نتفق أنه اللي بيعبر خير وجه عن هذا الموضوع هو نسبة رضاء المرضى عن الخدمات. لكن إذا أنا أشرت إلى شيء موضوعي ممكن يشير إلى نوعية الخدمات المقدمة في قسمنا، فأنا أحب أنوه أنه قسم أمراض الأمعاء الالتهابية الـ IBD اللي يشمل علاج داء كرون والتهاب كولون التقرحي
حصل في 2016 على اعتماد دولي من KPMG كمركز استشفاء دولي لعلاج أمراض الأمعاء الالتهابية. هذا بيشمل بلجيكا وفرنسا وبريطانيا وكندا. أيضا من حوالي شهرين أطلقنا بالتعاون مع مراكز أخرى في الدولة أول تعليمات ناظمة لعلاج أمراض الأمعاء الالتهابية، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة، تم نشرها في مجلة طبية مرموقة، هي المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي. أيضا قسم الجهاز الهضمي ما يدل على نوعية الخدمات اللي يقدمها هو، إحنا طبعا أقمنا شراكات مع جمعيات جهاز هضمي دولية متعددة في خاصة في القسم الغربي من الكرة الأرضية، نتج عنها إقامة عدة مؤتمرات طبية شملت محاضرات عالية المستوى، ورشات عمل متقدمة استقطبت حضور ملحوظ من دول عديدة في المنطقة وحول العالم، لما تضمنت من نوعية عالية على مستوى المحاضرين الحالات التنظيرية التي تم ويتم إجراءها. كما أحب أن أنوه إلى الجهود المبذولة الكبيرة حاليا في التعاون مع قسم الجراحة لتأسيس مركز لزراعة الكبد في هيئة صحة دبي، هو الأول على مستوى الإمارة. طبعا بالإشارة حضرتك السؤال اللي ذكرته عن جرثومة المعدة، وأنا أتفق معك هذا موضوع عام. نعم. ممكن يتفاجأ المستمعين أنه الإصابة بجرثومة المعدة هو يعتبر أشيع خمج جرثومي مزمن على مستوى الكرة الأرضية. هناك دراسات تقدر بأنه حجم الإصابة أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية عندهم جرثومة المعدة. طبعا هاي الجرثومة تم اكتشافها من 100 عام، لكن ربطها مع التهابات المعدة المزمنة كان في 1970. طبعا تأكدنا ب 1970 أنه هي قادرة على إحداث قرحات معدة 12 مع إمكانها للتسبب بأورام خبيثة. بطبيعة الحال مثل ما حكيت هو هذا أشيع إنتاج جرثومي، وعادة تبقى نسبة الإصابة فيها في الدول النامية أكبر من الدول المتطورة، اللي غالبا إحنا نكتسب هذا الإصابة فيها في مرحلة الطفولة بعمر أقل من 10 سنوات عن طريق الخضار، المياه، الحليب الملوث. زيادة نسبة الإصابة أيضا تتعلق بعوامل مثل الحالة الاجتماعية الاقتصادية، ارتفاع الكثافة السكانية، ارتفاع عدد الأولاد في المنزل الواحد، قلة المياه الجارية مع قلة العناية بالصحة الشخصية والنظافة ووسائل التعقيم. وطبعا العدوى عن طريق أكل طعام أو شراب ملوث أو من فم لفم هي الأشيع بطبيعة الحال بحالات الإنتاج. صحيح. أيضا دكتور أحمد، يعني من المشاكل أو العلاجات طويلة الأمد، يعني الشخص اللي يصاب بهذا النوع من المشاكل الهضمية أو إن صح التعبير جرثومة المعدة، ما هو الجديد يعني في هذا العلاج أو في هاي الطريقة من العلاج؟ حقيقة سيدي كمان شكرا لهذا السؤال. اللي حصل إحنا عادة بالآخر تقريبا 20 سنة، آخر عقدين، في بكل دول العالم صار في استخدام مفرط للمضادات الحيوية أو الأنتيبيوتكس، وبالتالي هذا أدى إلى زيادة تعنيد الجرثومي على العلاج. لكن عادة عندنا إحنا كورسات علاجية تمتد بين 10 أيام لأسبوعين، فيها نوعين على الأقل من المضاد الحيوي، ممكن نوعين أو ممكن ثلاث، بالإضافة بيكون معها دواء خافض لحموضة المعدة. طبعا نسبة النجاح تتراوح بين 80% إلى مؤخرا في كورس جديد حضرتك سألت عن الجديد، في علاج جديد فيه إضافة جديدة لمادة اسمها البيزموث، بيرفع نسبة النجاح العلاج عند المرضى اللي فشل عندهم العلاج بكورس أو كورسين إلى حوالي تقريبا 95%. فطبعا لما بنسأل أنه هاي الجرثومة هل أنا ممكن أروح أشيك ضروري حتى أعرف إذا عندي جرثومة معدة أو لا، صراحة الدراسات ما بتأيد هذا الاتجاه. دراسات بتقول كونه الإصابة هي أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية مصابين، فالناس لما يصير في عنده نوع من عسر الهضم، تلبك معوي، آلام معدية خاصة على الجوع، يعني نوع من يسموه العسر الهضم، يفضل يجري فحص بسيط لتقصي وجود الجرثومة أو لا. هلا الفحص مو شرط هو فحص لازم عن طريق التنظير، ممكن يتم بفحص العكوبراز، ممكن يكون عن طريق فحص الدم، وممكن عن طريق فحص التنفس، هذا أدق طبعا، والأدق هو عن طريق التنظير وأخذ عينات من المعدة. هلا لما المريض يطلع عنده جرثومة المعدة وعنده أعراض، يفضل يعالجها بهذا الكورسات اللي ذكرنا عنها، اللي بتتراوح بين 10 أيام لأسبوعين. صحيح. دكتور أحمد، أيضا احنا بالأمس قرينا خبر في فقرة الأخبار المحلية والعالمية تحت عنوان انتفاخ البطن، يعني كان الخبر بأن انتفاخ البطن في كثير من الأوقات لا يعني بأن يعني بسبب يعني كثرة الأكل، ولكن في كثير من الأوقات يعني أن احتمال يكون هناك في مرض، واحتمال يكون المرض هذا أيضا يعني مرض خطير في المستقبل. فمثل ما تفضلت أنت، إذا الشخص
بدأ أن يعاني من بعض المشاكل سواء في الهضم أو انتفاخ البطن أو مشاكل عسر الهضم، فيجب عليه يعني الإسراع في مراجعة الطبيب وعمل الفحوص اللازمة على أساس أنه إذا كانت هناك بداية مشكلة يتم علاج المشكلة بشكل سريع، والنتائج أيضا تكون إيجابية أفضل إذا كان يعني تأخر من الذهاب إلى الطبيب وتشخيص أيضا الحالة. نعم صحيح. نعم سيدي طبيعة الحال بهذا السؤال أنا ممكن بس أضيف حاجة، أنه المرضى اللي هو مرتفع بطنه من الأكل فهذا ارتفاع بيكون مستمر. هلا في مرضى بشكل خاص بيشتكوا أنه هو عند أكل معين يحس أنه بطنه ارتفع إن كان رجال أو نساء، بعدين بعد ساعتين أو ثلاث ممكن يرجع البطن طبيعي. هذا مثل ما ذكرت حضرتك وتفضلت ممكن يكون له علاقة بإصابة بجرثومة المعدة، وممكن يكون كمان الشيء الثاني الشائع اللي هو الكولون العصبي. لحتى المريض يميز انه هاد او هاد، هل هو كولون عصبي هل هو اصابه بجرثومه المعده، مثل ما حكينا ولله الحمد في دولتنا رائده في عنا مراكز صحيه في كل مكان، فالمريض ممكن يتوجه لاي مركز صحي ممكن يعمل فحص براز بسيط لحتى يكتشف هل في عنده جرثومه المعده او لا. اذا موجوده يعالجها، اذا مش موجوده بيكون سبب هذا نفخه البطن هو الكولون العصبي الشائع بين الناس. صحيح. دكتور أحمد عندنا دقيقتين، نحب أنك توجه نصائح حول هذا الموضوع وأيضا يعني للحماية من هاي المشاكل اللي قد تكون يعني نتيجتها مشاكل هضمية أو أيضا جرثومية في بعض الأحيان. نعم شكرا سيدي. طبعا بالإشارة إلى موضوع الأساسي اللي هو جرثومة المعدة، أنا أنصح الناس بطبيعة الحال أول حاجة الاستخدام المرشد للمضادات الحيوية، هذا نقطة مهمة مشان يقل نسبة تعنيد هذه الجرثومة على العلاج. الحاجة الثانية لازم نوصي إحنا السادة القراء بتجنب مصادر مياه الشرب غير الموثوقة، الغسل الجيد للخضار والفواكه، خاصة أغلب الناس تسوي سلطات يومين على الغداء. صحيح. فلازم نتأكد أنه مكونات السلطة مغسولة بشكل جيد لأنه هذا أكبر مصدر للجرثومة. طبعا كمان لما نروح نختار نأكل وجباتنا في مطاعم يفضل احنا نتحرى الدقه في اختبار او اختيار المطعم لتناول الوجبات التي تحتوي السلطات بشكل خاص. صحيح. بالاضافه طبعا مثل ما ذكرت حضرتك المرضى اللي عندهم اعراض جهاز هضمي مزمنه لا يتاخر فيها، ممكن تكون شغله بسيطه جدا هو كولون عصبي، ممكن تكون جرثومه معده، ممكن تكون حاجه التهابيه في الجهاز الهضمي، لكن انت لما عندك مشاكل لا تقول انه هذا نفخه هذا بسيط هذا كولون عصبي وتعالج نفسك بنفسك. صحيح. مراكز صحيه موجوده ولله الحمد، بالإمكان التوجه لأي مركز صحي وإرجاء تشيك عام حتى بتشوف في حاجة أنت ممكن تعالجها. إذا الأمور كانت كويسة بس بتضلك على مثل ما بقولوا ريجولار فولو أب مع أي مركز صحي. نعم. أيضا دكتور يعني في كثير من الناس تعتقد مثل ما تفضلت أن استخدام بعض العلاجات البديلة مثلا شرب الماء الساخن أو الحليب البارد أو بعض الأعشاب، ففي بعض الأوقات ممكن يعني هاي العلاجات البديلة أو الأعشاب تساعد، ولكن للأسف في بعض الأوقات ممكن يكون هناك في مشكلة طبية فالوقت اللي هو يقرر يعني يذهب للطبيب قد يكون تأخر يعني عن الوقت المطلوب أيضا. طبعا أنا أتفق معك 100%. أنا برأيي موضوع بسيط، أنا لما عندي أعراض جهاز هضمي ورحت شيكت عملت تحاليل تأكدت أنه أموري أوكي، كل التحليل الدكتور اللي شافك قال لك انه امورك ممتازه ما في عندك مشاكل، بهذيك اللحظه حبيت تجرب مي ساخن جرب، حبيت تجرب خل على الصبح جرب، بس اهم شيء انك انت وصلت لتشخيص ايش الموضوع اللي حاصل معك. صحيح. لكن لا تعالج نفسك بنفسك قبل ما توصل لمرحله التشخيص ايش المرض اللي عندي بالضبط. فانا اتفق معك 100% سيدي. الله يبارك فيك دكتور أحمد محمد خصوان أخصائي الأمراض الهضمية في قسم الأمراض الهضمية في هيئة الصحة بدبي في مستشفى راشد. يعطيك ألف عافية دكتور أحمد على جهودكم الحقيقة المتميزة في تقديم خدمات أيضا متميزة لمتعاملي هيئة الصحة بدبي، أنت وفريق العمل المبدع معك كل الشكر والتقدير. شكرا لكم سيدي. الله يحييك. شكرا دكتور. مستمعينا الأعزاء قبل لا ناخذ الفاصل أيضا عندنا فقرة التغذية اليوم، يمكن العنوان هو يعني قريب للموضوع اللي تحدثنا مع دكتور أحمد اليوم، علاج مشكلة حموضة المعدة، وبتكون معنا الأستاذة نجلاء درويش أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. فإذا أي حد منكم عنده أي مشكلة تخص حموضة المعدة بإمكانكم التواصل معنا
والحديث مباشرة مع الأستاذة نجلاء درويش على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. خلكم مع برنامج صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة التغذية اليوم مستمعين الأعزاء عن مشكلة حموضة المعدة التي تؤرق العديد من الناس، وترتبط هذه المشكلة أيضا بعوامل كثيرة بنتعرف عليها مع الأستاذ نجلاء درويش أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. أستاذ نجلاء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله والجميع المستمعين. الله يصبحك بالنور والعافية أستاذة نجلة. طبعا مشكلة الحموضة وارتجاع المريئي وانتفاخات البطن طبعا مشاكل كثيرة وتواجه العديد من الناس، حابين نسمع منك اليوم أكثر عن هاي المشكلة والعوامل اللي ترتبط فيها الصراحة وما هي الحلول لتجنب هاي المشاكل. بالفعل هي صراحة مشكلة شائعة لدى الكثير من الناس، ودائما يعني يحسون ان يعني مثلا كيف انا اعرف اذا انا عندي حموضه معده؟ سبحان الله دائما يعني حرقه اسفل الصدر، مرات بطعام حامضي، يحسون احيانا بانتفاخ، في بعض المشكلات تبين ان عندهم حموضه يعني. فنحن نتكلم الحين عن العوامل اللي مرتبطه بنمط الحياه، اللي هي العوامل اللي مرتبطه بالغذاء اكثر شيء، لانها تساعد في تخفيف حموضه المعده، وكذلك في نفس الوقت في بعض الأغذية تساعد في زيادة حموضة المعدة. فأنا لازم أتعرف شو الأغذية اللي ممكن ترفع لي حموضة المعدة أو تهيج من حموضة المعدة، وشو الأغذية اللي ممكن تساعد أو شو العادات أو الأساليب اللي أنا أتبعها وتساعد في تخفيف حموضة المعدة. وهذا لا يغني إذا يعني عن استشارة الطبيب إذا استمر الموضوع، وإذا حس أنه متبع الأنظمة الشخص ومتبع الأساليب ولا زالت المشكلة موجودة، فيمكن يحتاج إلى تدخل دوائي باستشارة الطبيب المعالج. أستاذة نجلة، أستاذة نجلة، بس في نفس الوقت إن شاء الله يوم تبي تكلمين عن الموضوع، عندنا ملاحظة وصلت على الرسائل النصية من أخ أو أخت يقول أعاني من أكثر من 5 سنوات من الحموضة الشديدة، وأخذت أنواع متعددة من مضادات الحموضة أيضا، ويقول أيضا أن المشكلة تكون المعاناة شديدة بالليل وأيضا خلال النوم وعند الاستيقاظ صباحا. أيوة، هني بهالحالة نحن نراجع اللي هو الغذاء الأغذية اللي قاعد يعني يأكلها ويتناولها، ونشوف بعض الأساليب، لأن مثلا في بعض الناس ممكن يأكلون الوجبة وعلى طول يروحون ينامون، فتزيد عندهم الحموضة أو الحموضة تهيج يعني في المعدة. فبالتالي لا، نحن نقول مثلا خذوا، ممكن تأخذون قسط كافي من الوقت، من 2 إلى 3 ساعات من آخر وجبة كلتوها عشان تروحون مثلا النوم. في نفس الوقت ممكن يكون الوجبات يعني تكون كمية الوجبات دسمة، فبالتالي تهيج المعدة وتهيج الحموضة. أخفف من الوجبات اللي أنا أكلها، يعني أتناول بقدر الكافي من احتياجي من السعرات الحرارية، لكن ما تهم التوزيع. مثلا في ناس وايدين يسألون نحن كم وجبة نقدر ناكل في اليوم، 2، 3، 4، 6، طالما أنا لي مثلا 1800 سعرة، هاي بس أضرب مثال. لأن طبعا السعرات تختلف من شخص إلى آخر، فأنا إذا احتياجي في اليوم على هالقد أنا أقدر أوزع الوجبات في بهذا الحدود، فما أزيد. في نفس الوقت إذا أنا مثلا طريقة الطهي، إذا أنا أستخدم زيوت ودهون أثناء الطبخ وأعتمد على المقالي، فهاي طبعا من الأشياء اللي تهيج المعدة. طبعا ننصح أخونا بعد إن إذا كان مثلا من اللي نوع يستهلك كثير منبهات شاي وقهوة بكميات كبيرة،
فإنه يقلل من استهلاكه لهذه المنبهات. في عندنا بعد البهارات الحارة ممكن بعد تزيد حموضة المعدة. إذا مثلا يتناولون حتى المشروبات الغازية كذلك تهيج المعدة وتزيد من حموضتها. النعناع بعد أخوي عبد الله صحيح. يعني في بعضهم يستخدم النعناع وصح مفيد، بس للناس اللي تعاني من حموضة المعدة ممكن تهيج عندهم الحموضة. صحيح. أتوقع أن أيضا أختي نجلة بأن يعني في وقت في حالة إذا يعني الشخص عنده هاي المشكلة وراجع الطبيب وتم تشخيص الحالة يعني وإعطاء بعض الأدوية سواء أدوية عادية أو مضادات حيوية، أنا أتوقع أنه يحتاج أيضا الشخص هذا أنه يراجع الخبير التغذية، لأن مثل ما ذكرتي بأن هناك بعض السلوكيات اليومية اللي الشخص اللي يمارسها ممكن أنه تزيد حموضة المعدة، وأيضا مثل ما تفضلتي أن هناك بعض الـ 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 الوجبات، طريقة الطبخ، نوعية الأكل أيضا تزيد. فهاي الأشياء أتوقع أن المعني فيها والمتخصص فيها خبير التغذية بيكون يعني بيضيف إضافة كبيرة للشخص المصاب بهاي المشكلة. يعني بنراجع مثلا نمط غذائه ونشوف نحن هل في النمط هذا اللي هو قاعد يتبعه في أي سلوكيات ممكن تتبعها وهي اللي تهيج عندها الحموضة. صحيح. خاصة إذا كانت المشكلة مستمرة، يعني مثل ما ذكرنا مستمرة عنده فترة طويلة بالرغم إنه يأخذ بعض الأدوية ويتابع عند الطبيب المعالج، فنحن نرجع ونقول كذلك السلوكيات الغذائية والنمط نمط الحياة الصحي. صحيح. لأنه ضروري إن الشخص يعرف مثلا أنا ممكن في مشروبات بعد تهدي المعدة مثل شراب اليانسون، البابونج، الكمون، فممكن هالأشياء يعني ممكن يستبدلها بديل عن المنبهات مثل القهوة والشاي، يعني ممكن تزيد كذلك هيجان أو حموضة المعدة. صحيح. فضروري جدا مثل ما ذكرت أخي عبد الله يتابع مع خبير تغذية وإنه يعرف شو السلوكيات اللي قاعد يتبعها ويصلح من 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 هذه السلوكيات. نعم، الأستاذة نجلة درويش أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك ما قصرتي، وأتمنى إن شاء الله أيضا ردينا على الشخص بخصوص الموضوع، ونحن أيضا ننصح بأن إذا يعني الموضوع مستمر مع أخذ الأدوية أتوقع بتكون يعني فكرة جميلة بأن يراجع أخصائي التغذية لتشخيص الحالة مرة أخرى عفوا بخصوص موضوع التغذية وأيضا النمط الغذائي الصحي. شكرا لك استاذة نجلة. كل الشكر لكم، ونتمنى ان شاء الله مستمعينا يوم سعيد، وان شاء الله نتمنى لهم دائما الصحه والعافيه. الله يعطيك الصحه والعافيه، شكرا جزيلا. مستمعينا الاعزاء، ومن فقره التغذيه ومشكلات الحموضه ننتقل الى فقره صحه المسنين، واليوم تحت عنوان كبار السن ومشاكل هذه، ما بنقول مشاكل يعني هذه التحديات في هذه المرحله العمريه. دائما مستمعينا الاعزاء التغييرات التي تطرأ على كبار السن والتي يكون لها تأثيرات سلبية واضحة وأيضا مباشرة في هذه المرحلة العمرية. يسعدنا اليوم أن تكون معنا الدكتورة سهى عبد العزيز عبد العال، أخصائي أول صحة المسنين في هيئة الصحة بدبي، بس ننتظر إن شاء الله تكون معنا الدكتورة، وبنستعرض مع الدكتورة هاي التحديات وبنتحدث معها عن المشاكل الصحية اللي يمكن أن يواجهها كبار السن في هاي المرحلة. لما نحصل الخط مع الدكتورة نحب نذكركم دائما مستمعينا الأعزاء بمراكز فحص كوفيد 19 التابعة لهيئة الصحة بدبي، ومراكز الفحص التي تتطلب موعدا مسبقا مراكز الرعاية الصحية الأولية، مركز ند الحمر الصحي، ومركز المنخول الصحي، وأيضا مركز الطوار الصحي، ومركز ند الشبا الصحي، وأخيرا مركز السيلي الصحي. طبعا مستمعين الأعزاء، المراكز المخصصة لفحص كوفيد 19 بموعد مسبق مجلس الراشدية ومجلس ميناء جميرة واحد، العمل طبعا طوال أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحا وحتى 6 مساء. نرجع لموضوعنا فقرة الصحة وصحة المسنين مع الدكتورة سهى عبد العزيز عبد العال، أخصائي أول صحة المسنين في هيئة الصحة بدبي. دكتورة سهى صبحت الله بالخير والنور والعافية.
صباح النور، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم كلكم. الله يحييك دكتورة. طبعا نحن يعني صحة كبار السن والمسنين يعني تطرأ عليهم دائما بعض التحديات وأيضا بعض التأثيرات السلبية الواضحة ومباشرة في هذه المرحلة العمرية. دكتورة سهى، لو تحدثينا في البداية عن هذه المرحلة المتقدمة من العمر والمشاكل الصحية اللي يمكن أن يواجهها كبار السن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كبار السن هي فئة مميزة من كل اللي موجودين في كل العالم، بتحصل فيهم تغيرات طبيعية بتحصل لكل الكبار في السن. التغيرات دي بتبقى تغيرات في الخلايا والأعضاء. التغيرات اللي بتحصل دي بيكون في المقابل لها تغيرات في الوظيفة، في وظيفة العضو نفسه. لو هنبدأ مثلا بالأعضاء الحسية زي العين، العين التغيرات اللي بتحصل فيها ان هي عندنا مرونة العدسة بتقل، بكثافة العدسة بتزيد، اللي هي بنقول عليها المياه البيضاء، بيحصل جفاف في العين. لما التغيرات دي بتحصل بيكون لها نتيجة سلبية على كبير السن، منها ان هو بيبقى عنده نقص في الرؤية القريبة، يعني ما بيقدرش مثلا يقرأ زي الاول المصحف او الجريدة، بيحتاج اضاءة قوية عشان يقدر يشوف الحاجات اللي كان بيشوفها قبل كده لما كان اصغر شوية في العمر. عندنا كمان الأذن، بنلاحظ لو عندنا حد كبير في البيت إن السمع عنده شوية أقل، وقدرتهم على السمع بتقل أكتر للأصوات اللي هي ذات الطبقة العالية، اللي هي زي صوت النساء والأطفال، ده بيبقى أصعب شوية إن هم يسمعوا. طبعا ده له تأثير سلبي جدا على كبار السن، إن هو بيخليه ما يقدرش يفهم الحوار كامل اللي بيدور حواليه، بيخليه يعيش في عزلة بالرغم من وجوده في وسط الناس. يعني هو لو قاعد في تجمع مع أولاده وأسرته هم بيتكلموا في موضوع وبصوت عادي مش عالي، هو مش هيقدر يتابع الحوار اللي هم بيقولوه، فده بيخليه يحس بالعزلة، بيخليه أحيانا يكتئب، وفي بعض الأحيان بيؤدي إلى أن هو القدرات المعرفية بتاعة كبير السن تقل نتيجة نقص السمع. صحيح. عندنا كمان بالنسبة للتذوق، كبار السن بيحصل عندهم تغير في حاسة التذوق بتقل شوية، فبيحتاجوا ان هم مثلا يزودوا الملح بزيادة في الاكل. يعني لو مثلا في سيدة كبيرة هي اللي بتقوم باعداد الطعام في البيت، دايما بتلاقي الملح بتاعها ازيد في الاكل لان هي مش قادرة تستطعم الملح زي الصغيرين. فده يعني طبعا بيكون دكتورة من اي عمر تقريبا يعني يبدأ الشخص او الشخص اللي وصل في عمر متقدم يحس بهاي الاشياء مثلا؟ التغيرات الطبيعية بتبدأ عادة بعد عمر 60، ولكن في الآخر هي على حسب زي ما هنقول في الآخر إزاي أحافظ. أيوة بالضبط، إزاي أنا أحافظ على الحاجات اللي عندي. كلنا هيحصل عندنا تغيرات، بس التغيرات دي هتبقى شديدة قوي توصل لمرحلة مرضية، ولا هتكون تغيرات أنا قادر أتعايش معها. صحيح. وفي كمان حاجة مهمة قوي، إن كبار السن عندهم بينقص الإحساس بالعطش، يعني ما بيعطش زي الصغيرين. فدي مهمة جدا لأنه مش هيطلب المية، يعني مش هيشرب، فده هيؤدي إلى أنه هو هيجيله جفاف. فدي من الحاجات المهمة جدا في كبار السن، أنه هو ما يشربش لما يعطش، لازم يشرب كروتين، يعملها كروتين، مش لازم يستنى يعطش. عندنا الجلد مثلا، الجلد بيبقى أكثر رقة وجفاف نتيجة لأن طبقة الكولاجين بتكون مش موجودة، اللي تحت الجلد بتقل جدا، فده بيخلي الجلد بتاع المريض أكتر عرضة للجروح، بيخليه أقل قدرة على إفراز فيتامين د عند التعرض للشمس. فطبعا كل الحاجات دي بتأثر على كبار العمر بصورة سلبية. صحيح. لو اتكلمنا على الجهاز العصبي مثلا، زي ما قلنا في تغيرات في كل الخلايا اللي في الجسم، بتحصل نقص في عدد الخلايا العصبية في الدماغ، ونقص في الموصلات الكيميائية زي مثلا الأسيتيلكولين والدوبامين. دول لما بيقلوا في الجسم هيؤدي إلى أن المسن بيكون رد فعله أبطأ من العادي، وبيحتاج وقت أطول عشان يقدر ينجز المهمة اللي هو مكلف بيها. يعني هو مثلا لو عنده فاتورة رايح يدفعها بتلاقيه شوية بياخد وقت أطول في عد الفلوس، في التعامل مع الموظفين اللي قدامه، فهو بيقدر يؤدي المهمة ولكن بتاخد منه وقت أطول. وفي هنا في بس نقطة مهمة، إن كبار السن بيحصل عندهم نقص في الذاكرة، ولكن نقص الذاكرة لا يؤثر على الوظائف اليومية اللي هي الأنشطة اليومية. أول ما لاقي إن نقص الذاكرة ده ابتدى يأثر عندي على الأنشطة الحياتية اليومية، ده معناه إن ده مش تغير طبيعي مع العمر، ولكن ده نتيجة لمرض موجود. نعم. لو اتكلمنا مثلا على جهاز المناعي،
الجهاز المناعي كمان كفاءته بتقل شوية في كبار السن، ده بيخليهم عرضة أكتر للإصابة بالفيروسات والبكتيريا، وفي نفس الوقت بيكونوا عرضة أكتر للمضاعفات. يعني لو حد مثلا من كبار السن جاله إنفلونزا بيكون عرضة أكتر أن يجيله التهاب رئوي نتيجة الإنفلونزا، مش زي الصغيرين لأن الجهاز المناعي بتاعهم أقل استجابة. بالنسبة للجهاز الحركي اللي هو العضلات والعظام، العظم بتاع كبار السن بتقل كثافته، وطبعا لما تقل كثافة العظام بتزيد نسبة حدوث الكسور، فدايما بنلاقي الكسور نتيجة لهشاشة العظام أكتر في كبار السن. صحيح. وبالنسبة للعضلات، الكتلة العضلية بتاعت كبار السن بتقل نتيجة للنقص الطبيعي في بعض الهرمونات زي هرمون النمو وهرمون التستوستيرون، دول بيقلوا في كبار السن، ده بيؤدي إلى نقص كتلة العضلة. العضلة بتاعت المسنين لما بتقل ده بيخلي عندهم ضعف وعدم قدرة على تأدية كل الحركات اللي كانوا بيأدوها بصورة طبيعية. صحيح. والتغيرات اللي بتحصل في العظام والعضلات دي بتزيد نسبة حدوث السقوط، والسقوط طبعا من الحاجات اللي هي خطيرة جدا اللي بتؤدي إلى الكسور. نعم دكتورة، طبعا أكيد يعني الاهتمام أو اهتمام هيئة التولي، هيئة الصحة بدبي، اهتمام كبير الحقيقة لهذه الفئة من المتعاملين ألا وهم كبار السن أو كبار المواطنين. الخدمات المميزة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي دكتورة سهل لو نتكلم عنها، لأن من المعروف بأن هناك خدمات مميزة وخدمات على مدار الساعة الحقيقة لهذه الفئة، لو نتكلم معاك عن اللي تقدم هيئة الصحة بدبي من خدمات للعناية بكبار السن وحمايتهم من التأثيرات السلبية مثل ما تفضلتي للتغييرات الطبيعية اللي تطرأ على حياتهم في يعني تقديم العمر أو تقدم العمر عفوا. طبعا هيئة الصحة بتقدم خدمات كتير جدا لفئة كبار المواطنين وهم بركة البيت والأسرة. صحيح. طبعا في خدمات كتيرة جدا، في عندنا عيادة كبار السن. عيادة كبار السن بتقيم الحالة الصحية للمسن ككل، مع انها بتعمل بعض الاختبارات اللي بنعملها للمريض عشان نشوف الحاله النفسيه والحاله العقليه، وبندي طبعا للمريض النصائح ازاي ان هو يقدر يعمل شيخوخه صحيه ناجحه. وعندنا كمان عياده هشاشه العظام للكشف المبكر عن هشاشه العظام، عندنا عياده الذاكره للكشف المبكر عن الامراض الاكتئاب والخرف، في كمان العيادة اللي موجودة اللي هي عيادة العناية بالقدم، دي عيادة مهمة بس مهمة جدا مش بس لمرضى السكر، حتى لكبار السن لأن هم بيبقى عندهم بعض الاختلاف في القدم وفي الأظافر، فدي بتحتاج رعاية خاصة ورعاية مهمة جدا. فالعيادات المسؤولة عن الرعاية بكبار السن كل هدفها إن أنا إزاي أوصل المسن بتاعي لشيخوخة صحية ناجحة. صحيح دكتورة، أيضا من الأمور المهمة دائما ونحب أن يعني تعطين مستمعينا الأعزاء بعض النصائح لأفراد الأسرة اللي يتواجد لديهم شخص كبير في العمر، لأنه يحتاج دائما الشخص المتقدم في العمر إلى دعم من الأسرة، ليس فقط يعني الدعم جانب إذا احتاج إلى علاج، وإنما الجانب الاجتماعي مثل ما تفضلتي، وأيضا الجانب النفسي لو نتكلم دكتورة في هذا الموضوع في آخر يمكن دقيقتين. أوكي. مهم جدا للأسرة اللي معاها كبير في السن ان انا يعني ما اعتمدش ان هو لانه كبير في السن فخلاص انه من الطبيعي انه يبقى بينسى. صحيح. او من الطبيعي انه ما يقدرش يمشي، او من الطبيعي ان انا ما كلفوش باي حاجة يعملها. كبار السن لما بيفقدوا الدور اللي كانوا طول عمرهم بيقوموا بيه ده بيأثر جدا على نفسيتهم، ومش معنى انه بقى كبير في السن فانه من الطبيعي انه ينسى او ما يقدرش يمشي او يبقى عنده امراض او ما بيسمعش او ما بيشوفش. صحيح. مهم جدا لما لاحظ اي حاجه تغير طفيف في كبير السن اللي عندي في البيت، مهم جدا ان انا اتوجه بيه لاخصائي طب وصحه المسنين لمعرفه السبب، لان زي ما قلنا الشيخوخه الناجحه مهمة جدا، دي بتفيد العيان نفسه لأنه بيفضل معتمد على نفسه، وبتفيد الأسرة لأنه ما بيبقاش عبء عليهم في أنهم بيعملوا له كل حاجة، وبتبقى للمجتمع كله، بتبقى فايدة بتعود على المجتمع كله. فمهم جدا أن أي تغير طفيف
يلاحظ على كبير السن لازم مباشرة ان احنا نرجع لأخصائي طب المسنين لمعرفة السبب وازاي نقدر نتعامل مع هذه التغيرات. وايضا دكتورة يعني نحن ايضا ننصح افراد الاسرة او العائلة بالاستفادة من الخدمات المميزة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي سواء في مستشفيات الهيئة او حتى في مركز كبار سعادة سعادة المواطنين. دكتورة سهى عبد العزيز عبد العال اخصائي اول صحة المسنين في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتورة سهى وشكرا لفريق العمل معك الحقيقة على هاي الخدمات الجميلة والمتميزة اللي يعني تقدمونها ايضا لفئة من الناس من افراد المجتمع اللي هم لهم اهمية واولوية الحقيقة. كل الشكر والتقدير دكتورة. شكرا جزيلا. شكرا شكرا معك. الله يحييك دكتورة سهى. مستمعينا الأعزاء كانت معنا دكتورة سهى عبد العزيز وحديثنا معاها عن كبار السن أو كبار المواطنين وبعض التحديات الذي تمر في هذه الفترة من حياتهم. وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل معي اليوم المبدع فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكان معنا أيضا مخرجين مبدعين اليوم الأستاذ نمر محمد وأيضا المخرج سعيد المر. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.